مش منتخب مصر، هو نادي الحريه اللي ممثل مصر في البطوله. هشام صلاح واسامه، وهشام صلاح مره ثانيه تخش سهله وهجمه مرتده وشوطه حلوه من لاعب رقم خمسه دينيس، لاعب قوي دينيس. وشوفوا حضراتكم، هحكي لحضراتكم قانون وارتفاع الكره الطائره. ادي استقبال ورفع، وهشام صلاح بيلعب بليس لكن تغطيه حلوه وترجع مره ثانيه، هجمه مرتده. هشام طاهر البهائي بيرفع لهشام، وهشام بيشوط من مركز اربعه، كره حلوه. ارتفاع الشبكه متر و15 اعزائي المشاهدين، متر و15 ارتفاع الشبكه. الملعب عرضه 6 متر وطوله 5 متر، خط التلت اللي قدامنا دوت 2 متر من الشبكه. والشوط يا سلام، حلوه كره حلوه من اللاعب القوي دينيس، احسن لاعب عندهم مع منتخب اوكرانيا. دينيس لاعب قوي، ارسال مع ديمتري، رافعه اسامه، هشام صلاح من مركز ثلاثه وتشوط وترجع مره ثانيه، وتامر مرجان ورافعه وشوطه من السيد كامل وترجع. يا سلام على الذكاء، بيلعب على التاتش. بص شوف دينيس بيعمل ايه، دينيس ده لاعب يعني لاعب كبير جدا في منتخب اوكرانيا. استقبال وادي الرفع، وهشام صلاح بيشوط لكن مقفلين الشبكه، برافو يا اسامه مره ثانيه وترجع وتترفع الكوره، وهشام مره ثانيه مقفلين الشبكه، يعني سبحان الله الثلاثه مقفلين الشبكه. وادي وقت مستقطع بيطلبه الدكتور مسعد العيوطي، والنتيجه 5-1 5-1 والنتيجه قدامنا. ادي دكتور مسعد العيوطي مسك المنتخب فتره، ودلوقتي هو بعد كده جه دكتور كابتن منصور محمدي مدرب منتخب مصر. حضراتكم كره الطايره بالمناسبه كوره رياضه سهله وجميله، ونقول يعني شيقه، دي يعتبر الشعب اللعبه الرياضيه او الشعبيه الاولى بالنسبه لرياضات المعاقين زي كره القدم كده بالنسبه للاسوياء، اللي فيها تجمع كبير وتكاليفها قليله. يا سلام عليك يا هشام صلاح، طلع حائط صد حلو من هشام صلاح، 2-5. بالمناسبه اللاعب وهو بيلعب الكوره لازم تبقى المقعده في الارض، لازم المقعدة تكون لمسة الأرض، يعني اللاعب يتحرك بإيده لكن لما بيلمس الكرة شوف حضراتكم لازم يبقى المقعدة ثابتة في الأرض، لأن في ناس بيشب كده أو بيرفع المقعدة إذا كان بيطلع بياخد مثلا الحائط الصد أو بلوك فبيرفع عشان يعلق، أو هو بيشوط في بعض اللاعبين. فالحكم الثاني دايما بياخد باله من اللاعب اللي بيرفع المقعدة فبيتحسب عليه نقطة. سيد كامل ورفعه تتشاط، وبليس المره دي بيغير دينيس لكن برافو يا تامر مرجان، وترجع الكوره تامر مره اخرى للسيد كامل وترجع. ارض لك ايفان كوديشنوكو، شاط كوره كده على الطاير جاب نقطه 7-2. استقبال ورفعه، وادي الشوطه من هشام خارج الملعب. ثمانية اثنين. ادي فيكتور كوزينسوف المدير الفني لفريق كوروات لفريق اوكرانيا. تسع فرق على فكرة للرجال وخمس فرق للسيدات هنا مشاركين في بطولة العالم، كأس العالم، في مجموعة الاولى، هي مجموعتين تقسموا، المجموعة الاولى فيها العراق وانجلترا وامريكا واوكرانيا وايران، المجموعة اللي فيها مصر طبعا قدامنا خالد شنيشح الحكم الليبي الحكم الاول، والحكم الثاني سولاد من البوسنة، والمجموعة الثانية كازاخستان المانيا مصر الجزائر. امبارح كان مصر يعني سبحان الله لعبت مباراة مع كازاخستان وكانت في ان هي ممكن كانت تكسبها، لكن او نادي الحرية قال لك لا انا اتغلب عشان ابعد عن ايران، ما قابلوش في دور الاربعه على اساس يوصل للنهائي ان شاء الله. اتمنى يكون فكر دكتور
مسعد العيوطي في محله، ما نكونش في عقبه مع منتخب اوكرانيا هنا اللي هو ممكن ما يوصلناش، لكن على العموم هنشوف واخر المباراه اللي ممكن يحصل. اناتولي اندروسموف ورفع، وطبعا هنا معانا الواحده 13 بتغطي معانا احداث هذه المباراه وفعاليات البطوله في بورسعيد. مره اخرى اناتولي اندروسموف وتسعة اتنين، وادي استقبال ورفعه وهشام صلاح وحائط صد زوجي من روسلان وايفان، الاثنين قفلوا الشبكه. ارتفاع الشبكه متر و15 اعزائي المشاهدين، ده بالنسبه للرجال، وبالنسبه للسيدات متر و5. تامر مرجان والسيد، برافو يا سيد صالح، السيد كامل، وبترجع مره ثانيه السيد بيرفع وتتشاط وهارد لك. كورة حلوة لمنتخب او لنادي الحرية البورسعيدي، ممثل مصر في بطولة كأس العالم هشام صلاح على الارسال. صبر البرعي هو كان رفع اللاعب اللي فاتت دي، وهشام صلاح بيلعب ارسال حلو، استقبال حلو يا هشام. عايزين نبقى ان شاء الله لما تيجي قدامنا الصورة شوف الارسال، هشام صلاح رجله على الخط مفيش، او جوه الملعب مفيش مشكلة، المهم المقعدة تبقى اللاعب وهو بيلعب تبقى خارج الخط. وشوفوا حضراتكم الارسال بيبقى قوي ازاي، واستقبال ورفعه بتحتاج تمرين جامد. وتامر مرجان يا سلام يا تامر، شوف المرجحه بتاعت ايده، اللاعب يبقى على الارض، اللاعب السوي بيبقى يعمل ايه، بيعمل جامب وشوت ريسماتش، لا اللاعب المعاق يبقى هو على الارض بيشوط الكره، فبتحتاج ايده تبقى مرفوعه للاخر زي الارسال. شوف بيلعب ارسال قوي، يعني هو لاعب على الارض، شاط كوره تعدي المفروض الشبكه وتروح بقوه، برافو يا هشام. وتامر حسدناه ولا ايه يا تامر؟ تامر مرجان في حائط صد، ودي استقبال ورفعه البرعي، وسيد كامل يشوط الكوره. 6-11 6-11 شوطه من رقم 5 دينيس، ولسه الكوره، برافو يا تامر مرجان، خد منه بلوك حلو قوي. والسيد كامل والشوطه تاتش، برافو يا خالد، خالد شنيشة الحكم الثاني قال الكوره تاتش. والارسال مع السيد كامل، وترفع الكوره وتتشاط خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ قال داخل الملعب. سيرجي سيرجيو دي طاير قدامنا، والارسال راح على طول يلعبه روسلان، روسلان هوراكن. شوفوا الاستقبال هنا، وادي الرفع، وكرة حلوه يا تامر، لسه الكره تامر مره ثانيه، وصبر البرعي وترجع، يلا يا طاهر لسه، وتامر مرجان برافو. هاردك قال لك لمس شبكه ولا ايه؟ شوف حضراتكم اللاعب بيتحرك بايه؟ بمساعده ايده، يعني الايد دي عليها عامل في كل لعبه، اللي بيستقبل بيتحرك للكوره عشان يلعب، اهو شوف استقبل خد حركه، اللي بيرفع خد حركه بايده، فالايد بيبقى عليها عامل كبير جدا، فلازم اللاعب يبقى سريع، اتحرك ورد فعل ايده سريع جدا، ده الفرق بين المعاقين والاسوياء، ان الايد هي الاساس في رياضات متحدي الاعاقه، بيتحرك بيها وبيلعب بيها المهاره. وادي استقبال، وادي رفعه مره ثانيه، وشوطه وحائط صد حلو من تامر، وترجع مره ثانيه وشوطه وحائط صد، يا سلام على الدفاع، وترجع، يلا يا اسامه، يلا يا اسامه، اسامه ورفعه، ودينيس بليس حلوه، طاهر يا سلام يا طاهر، لعب على التاتش، طاهر لاعب دولي واولمبي وثلاثه اولمبيات، وكان كابتن منتخب مصر، طاهر البهائي ومن نادي الحريه، لعب حاجه حلوه. معظم اللاعبين على فكره في المنتخب المصري أربعة منهم، تامر مرجان وهشام صلاح وصلاح عطا اللي طبعا لسه جايب آيات امبارح، لسه ربنا رزقه ببنت آيات اللي هو صلاح عطا اللي هو الليبرو اللي لسه نازل رقم 6 من منتخب مصر. استقبال يا لا يا صلاح ورفعه وأسامة، يا سلام يا أسامة، و10 14 10 14 مرة
مرة تانية. 10-14 وتامر مرجان. تامر على الإرسال، يلا يا تامر. تامر لاعب أولمبي وشارك في سيدني، وشوطة من دينيس، و الحكم خالد قال لمسة إيد أسامة. الإرسال مع سيرجي، كابتن الفريق سيرجي، وادي استقبال والرفعة، يا سلام يا أسامة، حلوة يا أسامة من قرب إبرة الكرة دي. أيوة كده أسامة عبد العال لاعب أولمبي شارك في أولمبياد أثينا ابن بورسعيد ونادي الحرية، واستقبال ورفعة وحائط صد من هشام، لكن مين قدام مين؟ دينيس، دينيس يا جماعة ملوش حل، دينيس لاعب ملوش حل، شاط كورة صاروخ والنتيجة 16-11 وقت مستقطع الفني الثاني. طبعا نادي الحرية بورسعيد من أعرق الأندية في مصر، وطبعا كان على رأسه كان من المؤسسين ليه كان دكتور سيد قاسم الله يرحمه، وأستاذ أنسي أبو الليف، ويوسف سليمان، وعادل عفيفي، وأيضا غريب إدريس، ومجموعة كبيرة من الجيل اللي هو ما خدش حقه، ما كانش فيه تغطية إعلامية قبل كده، فدي جيل الثمانينات والتسعينات، هم دول اللي واجبنا ان احنا نقول اساميهم كنوع من العرفان بالجميل، غير هذا الجيل طبعا اللي ظهر في تغطية اعلامية كبيرة جدا. وبقول لحضراتكم التغطية الاعلامية دي ظهرت عندما سيادة الرئيس محمد حسني مبارك كرم بعثة الدورة البارالمبية اللي كانت في اطلانتا سنة 96، فبدأ في اهتمام كبير من الدولة والتغطية الإعلامية لرياضات متحدي الإعاقة. وأيضا عندما كان الوزير أنس الفقي حينئذ 2004 كرم لاعبين دورة أثينا وادهم مرتبات مدى الحياة للاعب اللي حصل على ميدالية أولمبية. وأيضا أصبح لما أصبح وزيرا للإعلام على طول اي بطوله او مباراه لمتحدي الاعاقه بيتم الموافقه عليها سريعا. اسامه عبد العال بيلعب ورفعه وشاط ودينيس، لكن برافو يا هشام واقف حاطط صد حلو. ومره ثانيه اسامه، يلا يا طاهر، ادي رفعه السيد كامل، ولسه سيد هدي لمين؟ يغير للبرعي، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه من صبر البرعي، هوش انها شوت كوره ولعب كوره ساقطه ماكره، برافو يا سيد. 13 نادي الحريه ممثل مصر، حريه بورسعيدي 16، منتخب اوكرانيا في بطوله كاس العالم المقامه في بورسعيد. ارسال 17-13 17-13 اوكرانيا 13 نادي حرية بورسعيد. ولسه تامر، تامر مرجان وحائط صد، هارد لك يا تامر. على فكره في نفس الوقت بيلعب العراق وكازاخستان، احنا هنا في دور الثمانيه، والنتيجه لصالح العراق 18 وكازاخستان 16 في نفس الوقت. هنا اوكرانيا 18 والحريه 14. احنا هنا في دور الثمانية اعزائي المشاهدين في هذه البطولة. هقول لحضراتكم الثمان فرق اللي وصلوا: مصر واوكرانيا وكازاخستان والعراق والجزائر وايران وامريكا والمانيا، دول الثمانية اللي
طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في مجموعتين، المجموعه الاولى كان متصدرها ايران ثم اوكرانيا ثم العراق ثم امريكا ثم انجلترا. المجموعه الثانيه المانيا مركز اول، كازاخستان مركز ثاني، نادي الحريه مركز ثالث، والجزائر ممثله في فريق محمد بوضياف المركز الرابع. تسعتاشر اربعتاشر، تسعتاشر اربعتاشر، لسه رفعة واول شوطة وادي نقطة. ادي رفعة وهشام صلاح يشوط الكورة ولسه رايحة جاية، وادي نقطة من رقم 10 سيرجي. سيرجي عرض لك يا سيرجي، كرة شاطها جود لك الكرة اللي فاتت دي. ودينيس يلا شوف ارسالات دينيس بقى، سلام ارسال اكنه طلقة. شوفوا هنا قمة الارسال ازاي، اللاعب على الارض وبيشوط ارسال لازم يعدي الشبكة بقوة ويروح الفريق الثاني بقوة. شوف ازاي، شوف الستايل اتعل... يا سلام يا سلام على الستايل حلو، مره جت مره تسيبه مره تخيب. هارد لك يا دينيس، بس المهم ان في لازم مهاره او المهاره موجوده. ودي ارسال من سيد كامل ورفعه وتتشاط وتامر مرجان ولسه ادي رفعه وشوطها لكن خارج الملعب، خارج الملعب. و17 22 نازل مطوع وخرج طاهر البهائي مطوع، و17 نادي الحريه 22 مصر 22 اوكرانيا. الو عشر نادي الحرية 22 نادي او منتخب اوكرانيا في دور الثمانية في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس المقامة في مدينة بورسعيد. ادي مدربي فريق اوكرانيا واللاعبين اللي احتاج بيشجعوا، وشوطة مطاوع وترجع مرة تانية ومطاوع و 18 22 18 22 رفعة ومطاوع. يا سلام عليك يا مطاوع، 19 22 شد حيلك يلا يا شباب، شباب نادي الحرية. مباراة 19 22 ورفعة، وفين هنا حق الصد يلا يا طارق هشام صلاح مطوع مطوع لكن تيجي في شبكة. لسه الكورة كانت كورة طالعة لسه يلا يا هشام، يا سلام عليك يا هشام 20 22 هشام صلاح خدع الكل من المنطقة الخلفية بيشوط اهو، رد الفعل باين. الكل قال ان هو شوط شوطه قويه لكن لعب كوره ماكره امام مركز سته فقدر يجيب، دارس الملعب. برافو يا هشام يا صلاح. اتنين وعشرين اوكرانيا 20 نادي الحريه، وفي الملعب الاخر في كازاخستان بتلاعب العراق، والنتيجه 22 كازاخستان 23 كازاخستان 21 العراق. نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية.
22 اوكرانيا 20 نادي الحريه. ادي استقبال ورفع، يلا حق الصد بقى حلوه مطوع، وهشام خلصها جوه هشام، لكن خالد قال دخل ومن المنطقه الخلفيه 23 20. هارد لك يا هشام في الكره اللي فاتت دي. ادي استقبال ورفعه و 24 20 خدوا بالكم يا جماعه. يلا استقبال هنا وتامر ومطاوع وبرافو يا طاوع 21 24 شد حيلكم. يلا يا شباب 21 24 24 21 وادي استقبال وحش ورفعه، يلا هنا رفع هشام خش تانية ليه يا تامر، خش خد بالك حق الصد بقى حق الصد بقى لسه، برافو هشام وبرجان و 25 21 انتهي الشوط الاول 21 لنادي الحريه البورسعيدي 25 اوكرانيا. لازم نعوض ونشد حيلنا بقى هنا يا جماعه لان المباراه كده ممكن تروح مننا. على العموم نتكلم نبذه كده بقى بسيطه عن رياضه المعاقين والكره الطائره. الكره الطائره في مصر اصلا بدات سنه 78 في مباريات وديه الاول، وما كانش فيه مكان، كان تبع الشؤون الاجتماعيه، وبعد كده اصبحت تبع وزاره الشباب والرياضه، واصبح في اهتمام، ومصر شاركت الكره الطائره شاركت سنه 88 في اولمبياد سول، كان تحت قياده كابتن عبد اللطيف ابراهيم اللي هو يعتبر شيخ شيخ الرياضيين او شيخ المدربين بالنسبه للكره الطائره، هو اللي وضع الاساس لرياضه المعاقين، كان معاه كابتن شريف صلاح الدين، وبعد كده راح معاهم اولمبياد برشلونه، ما كانش فيه اهتمام ولا كان فيه معسكرات، كان من البطوله للبطوله، وكانت مصر حصلت على المركز العاشر في اولمبياد سول والمركز الثامن في اولمبياد برشلونه. وبعد كده اصبح كابتن منصور محمدي هو المدير الفني للمنتخب بعد ما تقاعد كابتن عبد اللطيف ابراهيم، واصبحت في انجازات، مصر حصلت راحت في بطوله العالم، ثم بعد كده ايضا اشتركت في اولمبياد سيدني 2000 وحصلت على المركز الرابع، ثم كان معاها كابتن منصور وكابتن محمد رؤوف، وراحوا سيدني راحوا اثينا وحصلوا على الميداليه البرونزيه والمركز الثالث. فدي من ضمن نتائج الكره الطائره جلوس. وايضا في بعض الانديه العريقه كنادي اتحاد الشرطه ونادي الايمان ونادي الحريه ونادي العزيمه في الاسماعيليه ونادي المستقبل في الاسكندريه، وكان في بعض اللاعبين المميزين اللي كان لازم نقول اساميهم لان دول عملوا كتير بس ما كانش في تغطيه اعلاميه، منهم سامي راجح، عصام رجب حميدو اللي بيلعب دلوقتي باسم امريكا، عصام رجب حميدو، وفي حسن عبد الله، وفي امين عبد المنعم، في امين عبد المنعم. وطبعا على فكره ماتش العراق انتهى الشوط الاول لصالح العراق 27 25، ده بالنسبه، وفي امين عبد المنعم وايضا جهاد ناجي وخالد حسان، دول من اللاعبين القدامى في الكره الطائره، وفي طبعا عادل عفيفي ومحمد امين واحمد عبده، ده يعتبر جيل الرواد. وطبعا اتمنى ان انا ما اكونش نسيت حد، ليه الواحد بيتكلم من الذاكره، لان انا كنت معاصر معاهم في هذه المباريات في الدورات الاولمبيه السابقه كلاعب. ودلوقتي على العموم نعود لاحداث الشوط الثاني ونتمنى التوفيق، وادي تامر مرجان
نتمنى التوفيق لمنتخب او نادي الحرية الممثل لمصر في هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية. ودينيس، يا سلام يا دينيس، عايزين نتفرج على دينيس. ده يعني نقول اسطورة، وفي الضرب لاعب متميز جدا. دينيس من مركز 4 ولاعب. ونزل رقم 2 إيهاب فطير. إيهاب فطير واستقبال ورفعة وتامر مرجان. يلا يا عبد بطاوع، ولسه الكرة في الملعب. بيدوروا هنا على دينيس، دي دخلها سهلة ورفعة وشهر بهائي وكرة حلوة. ولسه شوف رد الفعل هنا، شوفوا حضراتكم الحركة ازاي. يلا يا شباب، برافو برافو يا مطاوع، برافو مطاوع. 19-21 وقت مستقطع يطلبه المدير الفني لمنتخب اوكرانيا. منتخب اوكرانيا 21 و 19 فريق نادي الحرية وبيشجعه مصر. نادي الحرية طبعا ممثل مصر، وكان نادي الانتاج الحربي ممثل ايضا مصر بالنسبة للسيدات. فطبعا نحيي ونهني نادي الانتاج الحربي ان بدأ يعمل فريق للكرة الطائرة للسيدات، وده انجاز كبير بفضل طبعا توجهات الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي. الملعب الثاني لسه كازاخستان متقدمه في الشوط الثاني 16 والعراق 15، وكانت فازت قبل كده العراق في الشوط الاول 27-25. احنا بنتابع مع بعض الدور الثمانيه، وفي نفس الوقت بيكون زي ما قلت لحضراتكم في نفس الوقت بيكون في مباراتين، وهنوافي حضراتكم بالنتيجه اول باول. 22-19 ورفع وبليس، ولسه حلوة يا مطاوع. 20-22 تامر مرجان، تامر لسه خاطب جديد، تامر بيقول لي انا هبهدي ان شاء الله الفوز لخطيبتي، ونتمنى التوفيق لتامر مرجان، والمهم ان احنا نفوز وفريق نادي الحرية يفوز ان شاء الله بهذه المباراة ويوصل للمباراة النهائية. طبعا احنا لسه في الدور الثمانية، ان لسه هنلاعب ان شاء الله الفائز من كازاخستان والعراق. يا سلام عليك يا هشام يا صلاح، 21-22، تسلم ايدك يا هشام. تامر مرجان 21 الحرية 22 اوكرانيا، وحائط صد قوي. مين بيشوط؟ دينيس بيشوط. نسمع صوت يبقى دينيس بيشوط. الارسال مع ديمتري، ديمتري على الارسال، وادي استقبال من تامر، وحشة لكن هشام دخلها سهلة. وبرافو يا هشام مرة ثانية، يا سلام يا هشام، بطل في الكرة دي هشام. 22 الحرية 23 اوكرانيا، وفي تغيير، زيد كامل كان هينزل لكن لسه الحكم سودلاف بيقول له التغيير بتاعي دكتور مسعد العيوطي. طاهر البهائي على الارسال، ارسال فلوتر واستقبال والرفعه والشوطه ستايل كده، لكن لسه رفع يده من كره ثانيه. هارد لك يا مطاوع، مش وقت الكره دي يا مطاوع. 24-22 مش وقت الكره دي، وقت مستقطع على طول، وفي تغيير
خارج ايهاب ونزل اسامه 24-22. استقبال تامر ورفع وهشام صلاح وترجع الكورة وكورة حب يلعب على التاتش لكن خارج الملعب 23 24. يلا يا شباب شد حيلكم بقى في الكرة دي ناخد بالنا حائط الصد عايزين نتعادل. استقبال وحش ورفعة مين هنا دينيس لسه كرة في الملعب ودينيس جابها المرة دي 25-23 ياه 25-23 دينيس هو اللي جاب النقطة دي شاطها وتردت ورجعت وترع زي الصقر حائط صد قفل الشبكة صح. طبعا نتمنى التوفيق بقى هنا لمنتخبنا المصري وطبعا هيكون معانا دلوقتي هنستضيف كابتن ادجار المدير الفني لمنتخب امريكا هيكون معانا مستضيفينه مستر ادجار ويلكم ان ايجيبت اند وات يو سي اباوت يور ماتش يسترداي اجينست ايراك. First of all, thanks for the welcome. It was a good match. It was a long match. I think from a spectator point of view, it must have been a good match to watch. I think both teams played well, and we just needed a happy ending for us, and it didn't happen. It is. It was very much. امبارح كان في ماتش بين مصر والعراق بين العراق وامريكا. فطبعا العراق فازت 3-2 وكان مباراة حلوة. فبيقول لي ان ده كان ماتش حلو. Now, I think in next July there are World Championship in USA. How you do prepare for this game? How well, this tournament? First, for the World Championship, the reason we are here is the preparation for the World Tournament. So ultimately, losing the match yesterday was not the biggest problem, was not a big deal. You would like to win the match, but overall, it is in preparation for the World Championship, and that's what makes the teams better. As human beings, we tend to learn more when it hurts more, and yesterday was one of those experiences. And what do you say about this organization here in Cairo? It's a tournament, nice tournament put together. I wish more teams would have participated, just to make it more beneficial for everybody else. And we're enjoying competing against the teams. Good luck in next match, and we hope you enjoy here in Bursaid. Okay, appreciate it. Thank you. You so much. Have a nice time. طبعا بسأله على التنظيم فطبعا قال ده تنظيم جيد وسألته أيضا عن كيفية استعداداته لبطولة كأس العالم اللي هتقام في إنجلترا في أمريكا في شهر 7 الجاي. قال أنا موجود هنا وده يعتبر نوع من الاحتكاك ونوع من الاعداد للمنتخبات الوطنية في امريكا. على العموم احنا دلوقتي هنشوف وهنرجع لمباراتنا القوية ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر. ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر لنادي الحرية في هذا الشوط الصعب الشوط الثالث. لو نادي الحرية تاخد منه الشوط ده يبقى خرج من البطولة وكان نتمنى هو يوصل لدور الأربعة لكن كده هيبقى هيلعب بقى من الخامس للثامن لكن ده إن شاء الله إحنا مش عايزينه. ونعود نشوف للمباراة ونرجع وأول نقطة لطاهر البهائي.
طبعا الناحيه الثانيه فريق كازاخستان اعتقد انه هو فاز على على العراق، والنتيجه دلوقتي الاشواط شوط لشوط، بس طبعا ما شفتش النتيجه لانه كنا بنتكلم مع ادجار المدير الفني لمنتخب امريكا. ونرجع مره ثانيه لماتشنا ونشوف ادي طاهر البهائي. طاهر على الارسال وثلاثة لا شيء، شدوا حيلكم بقى يا شباب، مش اشكال 2-0 ممكن نعوض، وشوطة على الخط لكن خارج الملعب، حب يلعب كده على الخط لكن تطلع خارج الملعب. طاهر وادي استقبال ورفعة خلفية والكرة نقطة. واحد أربعة ولسه الكرة في الملعب، ومطاوع، برافو مطاوع، جاب كرة جميلة. 4-1 استقبال ورفعة وترجع مرة ثانية لهشام. يا سلام يا هشام، الكرة دي تتدرس، الكل لعب المنطقة كلها داخلة المنطقة الأمامية، لعب كرة ساقطة في المنطقة الخلفية، برافو هشام، حافظ الملعب وعنده حساسية كبيرة وقدر يجيب نقطة حلوة ومطوع على الإرسال. وخمسة نادي الحرية، 2 أوكرانيا، مطوع على الإرسال خمسة اتنين، ثلاثة خمسة دلوقتي النتيجة. والارسال مع اناتولي، اسامة، وكرة ساقطتك ان ترجع مرة ثانية. يلا يا هشام، يلا يا هشام، برافو هشام، 6-3. اللاعب على فكرة لما بيطلع حائط صد والكرة تيجي وراه بيبقى لازم يتمتع بقوة ومرونة فائقة ان يرجع بسرعة للمباراة او يقدر يرجع للكورة يجيبها، فدي بتبقى محتاجة تمرين قوي من اللاعب. شوف حلوة، شوف هنا صلاح، برافو صلاح، ولسه الكورة رايحة جاية وتخش صلاح، برافو تاني، وهشام، واسامة، اسامة مقفل صح، الراجل ده تخافوا منه دينيس، بلوك 10 على 10 وضرب 10 على 10، بس هيعمل ايه بقى مع مع منتخب العراق ايران؟ ايران ده طبعا هي هتكون ان شاء الله كده بتوصل. بكلم هادي اللي هو المدير الفني بقول له ناوي تعمل ايه ان شاء الله السنه دي، قال لي المباراه النهائيه والميداليه الذهبيه. دول ايران دول زي البرازيل في الكوره، الواحد بيستمتع وهو بيتفرج على المنتخب الايراني، وان شاء الله هنحاول نعلق لكم على مباراه منها. ولسه الكورة، وسبعة خمسة، برافو، 7-5، 7-5، والكرة استقبال وتخش كرة سهلة ورفع، ومرة تانية وتتشاط، تخش كرة بليس، لسه، يا سلام يا حب يلعب على التاتش وترجع تاني للاعب رقم 6 ايفان، يروح داخلها سرق الكوره. والارسال مع روسلان، 7-6، 7-6، ورفع وتتشاط الكوره، ولسه، وبرافو يا اسامه، 9-7، 9-7، 8-6، 8-6، والوقت المستقطع الفني الأول. أدي فيكتور من أقوى الأندية على فكرة، أو من أقوى المنتخبات العالمية، منتخب إيران زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، والبوسنة، البوسنة وإيران بيتنافسوا على الأول والتاني في الدورات الأولمبية على طول. قبل كده في الثمانينات 88، وكان
92 كان هولندا فريق ما يعني نقول فريق قوي. ده فريق قدامنا منتخب امريكا، منتخب امريكا عشان عنده مباراه مع المانيا بعد هذه المباراه. منتخب امريكا بالمناسبه في لاعب عندنا مصري اسمه عصام الدين رجب حميدو، كان بيمثل منتخب مصر وبعدين سافر امريكا وخد الجنسيه وبقى يلعب مع المنتخب الان منتخب الولايات المتحده، بس ما جاش معاهم هذه البطوله لظروف عمله. هو طبعا دكتور في جامعه تينيسي في الولايات المتحده الامريكيه، وكان تم تكريمه من الرئيس الامريكي جورج بوش وبيل كلينتون لما ساهم في شارك مع بعثات الاولمبيه اثناء هذه الفتره. استقبال ورفعه والكره تتشاط ونقطه 7-9 7-9 وشوطه من تامر و 10-7 10-7 يلا يا شباب شدوا حيلكم. شوطة حلوة من دينيس، دينيس وتاتش و 11-8 يلا يا شباب. حداشر 8 ولسه يلا هشام، هشام بيلعب وتفرق الكرة معاه وتتشاط وكرة 12-8 12-8 ادي لسه الكرة رافعة واتشاطت وخارج الملعب. استقبال وهشام وتامر، برافو تامر مرجان، وترجع الكرة ومرة تانية هشام، يا هشام شوت يا هشام في الكرة دي. هشام لو كان شاط الكورة وكانت خلصت، لكن حب يلعب كرة كده اهو ضعيفة اتخذت الكورة من الفريق. مرة السيد برافو السيد كامل، السيد كامل الحرية 10 اوكرانيا ومطوع على الارسال. ورفع وتتشاط الكرة وطوع وهشام صلاح، وحلوة يا هشام، حلوة يا هشام. 14-10 14-10 مطوع مرة تانية ارسالك يا مطوع، ايدك ما توعتكش المرة دي في الكورة دي، مش وقته. احنا عايزين ناخد الشوط ده عشان ناخد المباراة بعد كده ان شاء الله. استقبال وادي رفعة وهشام، ولسه هشام اهو، هشام بيدي كرة تانية، لسه الكرة في الملعب حصل دينيس يا طاهر، لو كانت خارجة لكن هو لقاها عنده سابها. هارد لك يا طاهر. 12-14 12 اوكرانيا 14 نادي الحريه. استقبال ورفعه وكره وهشام، لسه الكره في الملعب. تامر ادي لمين هنا، خلص يلا يا اسامه، يا سلام على الدفاع ودينيس واسامه مره ثانيه وصلاح، يا سلام عليك يا اسامه يا عبد العال،
هو ده الذكاء، لعب على التاتش صح. 15 وادي الجماهير بتتفاعل مع اللعيبه، ايه الجماهير بتتفاعل مع اللاعبين. هشام صلاح خلص الماتش يا صلاح، خلص النقطه دي عشان نستريح، يبقى في فرق 4 نقاط. هشام صلاح ارسال قوي واستقبال ورفع، ودينيس ابعد عن دينيس، ابعد عن دينيس، ولسه هشام تاني. مين يخلص؟ مين هنا بقى؟ تامر، 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 يا سلام يا تامر. 16-12، وقت مستقطع فني. طبعا يسعدنا اثناء هذا الوقت المستقطع الفني لمدته دقيقه يكون معانا كابتن محمد رشاد رئيس البعثه المصريه للنادي الانتاج الحربي اللي ممثل مصر في اول بطوله في هذه بطوله كاس العالم. ازاي يا كابتن محمد، وقول لنا ازاي فكره انشاء فريق نسائي في الانتاج الحربي؟ صباح الخير. انا طبعا الانتاج الحربي اول فرقه السيدات، تعليمات من العقيد محمود ابو سعود مدير عام الرياضه، وهو رئيس البعثه، انا مدير البعثه. الراجل ده بصراحه كون الفرقه على مسؤوليته الشخصيه، ولما عرف انها هتمثل مصر في بطوله كاس العالم قال احنا ممكن نصرف اي مصاريف طالما هتمثل مصر. والنهارده كنت لسه قاعد مع الدكتور حسام نائب رئيس الاتحاد الدولي، وهو هيعمل لنا دعوه ان احنا هنمثل مصر في بطوله كاس العالم للقارات في امريكا في شهر 7، نظرا لاهتمام نادي الانتاج الحربي باللعبه. وترى دور بقى الوزير سيد مشعل في هذه الرياضه المتحده للاعاقه؟ هو طبعا السيد الوزير دكتور سيد مشعل كرمني مرتين خلال السنتين الماضيين، يعني بيهتم برياضه المواطنين، هو مهتم عامه بجميع الالعاب الموجوده في نادي الانتاج الحربي، وبيهتم خاصه برياضه المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه، وهو كرمهم برضك في عيد الرياضيين السنه دي والسنه اللي فاتت، وهو يعتبر الاب الروحي لنادي الانتاج الحربي. على العموم نتمنى التوفيق لنشر رياضات المعاقين وليس كره الطائره فقط، وبنشكر كابتن محمد رشاد مدير البعثة المصريه طبعا اللي كانت مشاركه في بطوله كاس العالم للسيدات. 17 نادي الحريه ببورسعيد، 12 اوكرانيا. احنا في الشوط الثالث 18-12. شد حيلكم يا شباب بقى هنا خلاص، نركب الشوط والشوط والجيم ان شاء الله. استقبال ورفع وشوطه خارج الملعب من دينيس، دينيس وتامر فرحان، تامر فرحان. و 19-12 دينيس ده ما بيجليش، لكن المره دي قدر الكوره الشوطه تطلع خارج الملعب. نادي الحريه البورسعيدي، 12 منتخب اوكرانيا، وذلك في اطار دور الثمانيه لبطوله كاس العالم للانديه التي تقام في بورسعيد من فتره من 21 الى 25 مارس 2010. يلا يا شباب، هشام، هشام صلاح، يلا يا هشام. استقبال، ارسال حلو من هشام ودينيس، تامر مرجان صح، لقطه الحكم واقف صح كده، بس احنا مش عايزينه يصحصح معانا في الكور دي، لكن برافو الحكم لتامر وهو بيطلع بيشب كده، راح المقعده ارتفعت فوق، رفع خلفيه وحشه لكن ماشي تلحقها. ويلا هشام يا اسامه، ضم ايدك على الشبكه عشان الكره ما تجيش ما بين ايدك والشبكه غلط كده. دينيس على الارسال والاستقبال طاهر ورفعه، يلا يا تامر، برافو يا تامر، العب ستايل، المهم نجيب نقطه. 20-14، 20-14، تامر مرجان، يلا نادي الحريه، جماهير بتشجع مصر طبعا، مصر. هشام سيد، ولسه اسامه ترجع مره ثانيه، وطاهر ورفعه، طاهر البهائي، يا سلام عليك يا تامر، الكوره الثانيه، ايوه كده،
تامر مرجان الشهير ببرتيز. برتيز طبعا حارس مرمى فرنسا، طبعا نفس الحلاقه بتاعته، نفس الشعر، ما فيش شعر اصلا، نفس القرعه. 21-14. الجماهير افرح يا بورسعيد، افرح يا جماهير بورسعيد، ربنا يسهل. دينيس خش سهله، هتخش سهله، يلا يا هشام. كوبا رفع لمين؟ تامر مره ثالثه، ما عدتش ما عدتش. هارد لك الثالثه ثابته ولا ايه يا تامر؟ 15-21. يلا يا جماعه كده ناخد الشوط ده ونخلص. الناحيه الثانيه العراق متقدمه 15-14، وادي دلوقتي 16-14. هناك متعدين شوط لشوط، واحنا في الشوط الثالث، العراق وكازاخستان. وطبعا هنا في ماتشانا طبعا في ماتشين بيلعبوا في نفس الوقت. طاهر، يا سلام يا طاهر. دينيس ورافعه وكره سهله. هشام، برافو 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 يا خالد يا شنيشة. الحكم الليبي، الحكم الاول، لقط الكوره وقال ان اللاعب سيرجي قام وهو بيلعب الكوره. و 22-15. ناخد الماتش ده ونخلص، ناخد الماتش ده ونخلص ان شاء الله ونفوز. بعد كده يبقى لسه في قدامنا شوط. عشرين 15. حول العطارة الكرة الحلوة فين؟ 22 نادي الحرية بورسعيد 15. نادي أوكرانيا، منتخب أوكرانيا. الشوط الثالث، يلا يا شباب. حلو من طاهر، لكن قال لمس شبكة. خالد شنيشة قال طاهر البهائي لمس شبكة. فريق ايران نزل دلوقتي ارض الملعب، يعني دخل الصالة عشان عنده مباراة بعد كده مع الجزائر. سبعتاشر اتنين وعشرين. استقبال ورفع وطاهر وتامر، ولسه كورة وطاوع ورفع وشوطة هتيجي في حائط الصدر. هاردك ضم على بعض، المفروض طاهر ومطاوع يضموا على بعض. 18-22، ناخد بالنا، يعني مش عايزين الشوط يخلص مننا. اهو النتيجة ظاهرة على مسعد العيوطي، دكتور مسعد. يلا يا دكتور شد حيلك بقى. فيه هو بيكلم مين؟ الثلاثي تامر مرجان وطاهر البهائي وسيد كامل، وادي لاعبين اوكرانيا. وتتانيا دي هي المدير الاداري للفريق. وتامر على ارسال 23-19. والناحيه الثانيه العراق متقدمه على كازاخستان 20-17. يلا يا شباب، يلا يا شباب. دينيس وادي رافعه، وفي هنا لسه طاهر. يلا يا هشام، يا هشام، يا سلام يا هشام. 24-19.
29-20. واحد وعشرين اربعة وعشرين وطاهر 25-21 مبروك للحرية الشوط الثالث كده يبقى شوطين لشوط اوكرانيا فازت الشوط الاول والثاني 25-21 الشوط الثالث لصالح فريق الحرية ودي قدامنا كان غريب قدامنا غريب إدريس خمسة وعشرين واحد وعشرين طبعا 2-1 وبالتوفيق كده للفريق الممثل مصر نادي الحرية ادي هنا أسامة وادي تامر برجان والفريق طبعا دي حاجة جميلة هنا ودي علم مصر بيرفرف هنا والوحدة ال 13 على طول جايبة معانا بتغطي هذه البطولة يلا يا شباب كده ان شاء الله ربنا يوفق ودلوقتي معانا على الهواء اعزائي المشاهدين الاستاذ بيير الرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس Welcome Mr. Beer in Egypt. Thank you very much. I know that you make a course for the referee during this tournament. How many referees you prepare for will be in the next tournament? Okay, we have an international course for referees which we group candidates from Europe, from Egypt and also from Black Africa, and we also had a candidate from Kazakhstan. We had 18 people on the course, which was given by our referee instructor Denis LeBroy from England. هو كان عمل 18 ريفري في دراسات هنا في مصر وكان قبل كده في انجلترا. طيب, what do you see about this tournament and the level of this team? Yeah, I think we have, of course, some of the very, very best teams in the world here. I mean, I'm thinking in particular in Iran, which is the, you know, the Olympic champion, Paralympic champion, as well as being the world champion. And بقول له ايه احسن الفرق على المستوى كويس وخصوصا ان ايران. Now you see it is a different the level the team Egypt and Iran. It is who will go to the final. Well, I think you know Egypt is doing very very well. However, Iran you know has been by for a long time and by far you know a very professional, very competent team. And I see it's going to be difficult to beat them, even for Egypt, which is a very good team. Okay. This organization, you like it now in Egypt? Is Egypt make it good? Well, I must say we had a few problems at the beginning, and we had some trouble at the beginning. But I must say today, you know, on the third day of competition, after a lot of advice, counsel, and let's say criticism, positive criticism, we've come to the level, you know, now. And today, it's really top. You know, this is the level of organization we have today is really to the level of international standards. Okay, Mr. Pierre, and we hope the World Volleyball sitting will be good because you are in the president of it. Okay, thank you very much. Thank bye you. Bye. Thank you. Bye. Shukran. Shukran.
نعود أعزائي المشاهدين، كنا معنا حديث مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة جلوس مستر بيير من فرنسا، وهنشوف دلوقتي ونرجع للمباراة والتعادل 1-1 في الشوط الثالث في الشوط الرابع، شوطين لأوكرانيا وواحد لنادي الحرية ببورسعيد. ادي تامر اهو، طاهر البهائي بيكلم الفرقة. حلوة مطوح 2-1 قول يا رب يا رب، خد خد تعالى خد عافية. استقبال وادي رفعه برافو يا هشام، هشام خد حقن فضله 3-1 ورفعه دينيس بيشوط لكن هشام صلاح عرض لك ياخد ما ياخدش منه. 2-3 ادي ارسال ودي رفعه والشوطه لسه، يلا مين يخلص؟ كوره سهله تروح ودي شوط حاجه صد حلوه يا هشام. 4-2 أوكرانيا 4-2 يلا رجاله يا عيال 4-2 طابع الارسال و 5-2 ايوه كده، شد حيلكم يا شباب ربنا معاكم. 5-2 الناحيه الثانيه العراق متقدمه على كازاخستان في الشوط الثالث 26-25 وهنا برافو يا طاهر، يلا يا طاهر اهو النصر ان شاء الله المصري وتفوز العراق 27-25 في الشوط الثالث في المباراة لسه دلوقتي، يبقى العراق متقدمة 2-1 على كازاخستان، ومصر هنا احنا في الشوط الرابع وستة اتنين والنتيجة 2-أوكرانيا شوطين وشوط لمصر لنادي الحرية والشوط الرابع دلوقتي. يلا رجالة يلا رجالة فوق يلا يا شباب شدوا حيلكم هنا بقى، وادي مطوع على الارسال يلا مطوع 6-2 ورفع وشوطه من دينيس لكن حقق صد حلو من هشام، مقفل هشام واسامه مقفلين الملعب هيدوا لمين؟ لدينيس المرة دي، يا سلام عليك يا هشام، دينيس مش قادر ياخد منه كورة، كورة سريعة ورد فعل تيجي في ايد هشام صلاح وترد فوق راس اللاعب رسلان، كورة قوية قوية قوية. ادي أسامة اهو بيكلم فرقته إيهاب فطير وادي مسعد العيوطي وكل بيشجع ومصر مصر مصر و8-2 نادي الحرية ممثل طبعا مصر، ومباراة قوية وإن شاء الله أبطال بورسعيد هيعملوا المستحيل ويفوزوا بهذا اللقاء إن شاء الله. 8-2 إحنا في الشوط الرابع. تامر إحنا إديناهم فرصة في الشوط الأول والثاني، كنا نازلين أو منتخب نادي الحرية نازل مستهتر ويفوز إن شاء الله هيفوز بهذه المباراة. هيفوز بهذه المباراة إن شاء الله. يلا يا شباب 8-2 والرسام مع مطاوع، يلا مطاوع مطاوع لاعب بطل اولمبيا على فكره في القرص والرمح العاب قوه ولكن بيلعب طايره، يلا يا تامر حلوه يا تامر مغطي وهشام بطل الابطال، هو بطل الساعه بطل اللقاء الى الان في هذه المواقف الصعبه بيظهر هشام صلاح ولسه الكوره، يلا طاهر ادي تاني لمين لهشام يغير المره دي
هشام بيقول له انا جاهز العب لي، لكن تفكير طه حلو، قال لك اغير الملعب ويدي للسيد كامل، لكن مش اشكال. 3 9 ارسال مع دينيس، على العموم دينيس في المنطقه الخلفيه يبقى احنا ما نخافش منه، قوته في المنطقه الاماميه. دينيس قوي رقم 10 سيرجي، ويدخل الكرة بإيده سهل. كامل مرجان ورفعة ونقطة الإرسالات كده. شد حيلكم يا جماعة في إرسالك بقى المرة دي يا هشام يا صلاح. 10-4 10-4 10-4 وارسال بنقطة. 11-4 تعالى تعالى ارسال وادي استقبال، الكرة تخش سهلة. يلا يا طاهر، هوبا تامر، هوبا تامر، حلوة يا تامر، هوبا يا تامر، حلوة يا تامر، حلوة حلوة حلوة. الكل قال لتامر اشوط كرة قوية، لعب بليس وكرة تتهادى في الملعب فريق اوكرانيا. 12-14 12-14 تامر مرجان جاب النقطة اللي فاتت كانت حلوة، و5 12 استقبال ورفع تامر تاني. يا سلام يا تامر، ماشية معاك يا تامر، كورتين ورا بعض. ايوه كده نسبوق ونصحصح. يقول لي هادي الفوز لخطيبته، اهدي الفوز بس نكسب. 13-5 واستقباله ورفعه ولسه. يلا يا طاهر، وطاهر كمان بيشوف كوره حلوه، كوره وماتش حلو. وتامر 3 نقاط ورا تامر ورا بعض. تامر وهشام لما بيفوقوا يفوقوا بالثلاثه، 3 نقاط ورا بعض. ده هنا جيب 3 وجيب 3 مره واحده. يلا الرابعه، وتامر لسه برافو، مصحصح تامر بالكره اللي فاتت دي، اجري. مفيش اشكال. 6-14 6-14 ارسال مع ايفان سام ورفع وطاهر البهائي. يا سلام يا طاهر، ارزع من مركز 4 وشوط كره قويه ويجيب النقطه. هو ده طاهر ابن بورسعيد، 2-3 دورات اولمبيه، كابتن بورسعيد طاهر البهائي. استقبال ورفعه ولعب دولي ولسه مش اشكال. تتلم الكره مره ثانيه، حق التاتش فين؟ حب بيلعب على التاتش رقم 10، ولكن تامر قام، تامر قام. 7-15 استقبال. يلا بقى ارسال مع مين؟ مع فريق اوكرانيا. والله 7-15 16-7 كده ابطال نادي الحريه. امين شغل حلو. شد حيلكم بقى، وادي طاهر اهو وراه هنا غريب اللي لابس بدله ده، غريب ادريس، كان مؤسس من مؤسسين نادي الحريه من رياضه المعاقين، والان هو امين الصندوق. ولسه الكوره طبعا هنا، الكل هنا بيتمنى ان شاء الله ان يجيبوا نتيجه وان شاء الله نكسب ان شاء الله. 16-7 فرق سكور كبير. ادي اولياء امور اللاعبين واللاعبات لعائلاتهم، وكل اللي بيشجع نادي الحريه وبيشجع مصر. تامر مرجان، يلا يا تامر. استقبال ورفعه، ويا سلام ابو خير، لسه لسه حلو.
حلوة حلوة. 17 17 7، 17 7. تامر مرجان بيبصوا على النتيجة، قال 16 7. هشوف السكور. سيلاف الحكم الثاني من البوسنة بيبص على السكور بيقول فيه النتيجة، هل هي 16 ولا 17؟ هنشوف النتيجة 16 ولا 17. الحكم قال 16 7، وتامر برجان على الإرسال. يلا يا تامر. المنتخب الفقير ده استقبال ورفعة وتتشاط من لكن دوسلاف من دينيس. دينيس جه بقى في المكان اللي هو بيحبه، رقم 5 بمركز 4، هو ضارب ملوش حل. وهشام صلاح وخارج الملعب 9 16. شدوا حيلكم بقى يا جماعه في الكور دي. اضرب بقى كده وقت مستقطع يا دكتور مسعد ولا ايه؟ 10 16 نقطتين بيروحوا. 10 16 مش عايزينهم يطلعوا معانا. كامل طاهر كرة تانية داخلة لسه. دينيس يلا يا طاهر. دينيس بتجيله الكرة بتبقى بيخلص اهو. ثلاث كور يا جماعة، اطلب وقت مستقطع. فعلا طلب وقت مستقطع دكتور مسعد. 11 16، 11 16 كده الامور. ادي هنا تامر بيعالج صلاح عطا، كان سحب كده وكرة خلفية جابها، جري وقع على ظهره. ان شاء الله هتبقى خير ونتمنى التوفيق. سلامات يا صلاح. صلاح عطا على العموم احنا في الوقت المستقطع 16 11. خد وقت مستقطع طلبه مسعد العيوطي. صلاح صلاح لسه زي ما قلت لحضراتكم، ربنا رزقه ببنت امبارح وسماها ايات. ان شاء الله ربنا يوفقه ويكون وشها حلو وتكسب مصر او نادي الحريه هذا الشوط وهذا المباراه. لا يزال النتيجه الان النتيجه 16 مصر 11 اوكرانيا، واحنا في الشوط الرابع. الارسال مع تامر مرجان. رفعة ودينيس لعب من فوق كل 4 نقاط. دينيس ده جه الملعب، جه المركز المنطقة الأمامية، جاب 4 نقاط لغاية دلوقتي. لازم ناخد بالنا منه، ناخد بالنا منه. بعيد عنه. أيوه كده صح كده، برافو. نكسر النقطة دي. 17 12، 17 12. و 13 17. شدوا حيلكم بقى يا جماعه. نزل السيد كامل. من مصر وعلي شومان خرج ودينيس ورفع تينيس بره بره ولا جوه؟ جوه الملعب. 14 17
16-17. طاهر بهائي اهو رايح يكلم خالد شنيشه بره يا حاج الكره خارج الملعب. خلاص يا طاهر الحكم حكم مش هيقول حاجه او طاهر بلوم بس اهدوا نلعب احنا بقى نلعب احنا ثلاث نقاط ربنا يكرمنا ونعدي فرق ثلاث نقاط. ادي حديث بين سيلاد هانس من البوسنه ومن خالد شنيشه وهنشوف قال ايه هنشوف راسه على ايه برضو قرار خالد شنيشه قال الكوره بره فرق ثلاث نقاط على مهم ان شاء الله 17-14 ربنا يسهل. يلا يا تامر استقبل عيد بقى المره دي وهشام مش وقته كده المفروض نخلص ونشوط 15-17 يا جماعه شد حيلكوا مش عايزين نرفزها ونصحصح. انا قلت لما دينيس ده كان ورا قلنا الحمد لله دلوقتي دينيس رقم 5 الضارب بتاعهم في المنطقه الاماميه بيخلص الكور كلها وادي تامر وطاهر مين يخلص بقى ولسه 16-17 حرام كده يا جماعه حرام كده فعلا اربع نقاط ورا بعض كده يروحوا 17-16 اهدوا يا رجاله اهدوا تمام احنا مش هنشجع ادي هنا اهو معنوياته مرتفعه وهنا منتخب مصر شوف نادي الحريه هبطوا ازاي مره واحده باينه الصوره واضحه كان في فرق سته فرق ست نقاط ودلوقتي فرق نقطه يلا مسعد اعمل حاجه دكتور مسعد العيوطي نكسب بس الشوط ده نكسب الشوط ده وبعد كده الشوط الخامس ان شاء الله يبقى فيه كلام تاني طبعا بعد المباراه الجايه دي ان شاء الله هيبقى بعد هذه المباراه يبقى في مباراه امريكا والمانيا وايضا ايران مع ايران مع الجزائر وارسال وشوطه خارج الملعب 17-17 انهيار تام للفريق الحريه في الخمس نقاط الاخرى ويخرج مين في تغيير خرج مطاوع ونزل ايهاب ايهاب فطير نزل وخرج مطاوع و17 17 ويلا يا جماعه بقى شد حيلكم طاهر اسامه يلا يا هشام تغطيه لسه هشام تاني مقفل عليه مقفل عليه صح دينيس ده ابعد عنه ولسه يلا يا تامر يلا شباب بقى تامر سهله اعدل بقى نفسك اعدل نفسك ملوش حل ملوش حل 18-17 خمس نقاط الدنيا تتقلب مره واحده كده 18-17 انا طولي على الارسال واستقبال واسامه يلا يا هشام ولسه يلا يا هشام تاني بقى احجز بقى اعمل اي حاجه مغطين الكوره شوطوا يا جماعه ما تخافوش شوطوا ما تشاو ايوه كده طيب 18-18 نقطه دي ايه بتلوع الروح عشان نجيب نقطه خمس نقاط ياخدوها هم 18-18 يلا يا جماعه يلا يا اسامه العب ارسال حلو بقى يا اسامه يلا يا اسامه ادي استقبال استقبال وحش لكن ماشي وبره صح كده اول مره يجلي دينيس ده وكويس جلي كده على طول 19-18 وشاطها بره يلا يا عشاء يلا يا ايهاب يا فطير استقبال ورفعه ودينيس حقق صد فين يلا صح يلا يا اسامه برافو يا هشام الحق بقى اتحرك تامر يلا حلو حد يخش سهل 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 يا هشام يا هشام حلو يا هشام يا هشام يا هشام ايوه كده طوقنا 20-18 الكوره دي في الماتش كله ان شاء الله
مرتين على الارسال، وش حلو في الارسالات. يلا يا ايهاب، يلا يا هوبا، وادي علم مصر اهو قدامنا. يا رب يا رب، العب يا ايهاب، العب يا ايهاب، استقبال ورفع قصد بقى، حلو بقى، حلو حلو حلو، 21 18، حلو حلو. لعبها مين؟ دينيس، حسدناه لان اتحسد، ضيع ثلاث كور وهو فين؟ في مركز اثنين. يا رب، 21 18، ودي استقبال. لسه اسامه، حلوه قوي يا صلاح. يلا يا دينيس، يلا يا دينيس، راحت عليك يا دينيس، يلا يا دينيس، راحت عليك يا دينيس، 22 18. يلا كده كده قفلها، هو دينيس هبط واربع نقاط رجعوا تاني، ويلا وعلم مصر قدامنا. برافو يا هشام يا صلاح، نقفل على دينيس. صح، اطلعوا له حق صعب ابطال صبري الفرعي، برافو يا صبري، وهو وهشام صلاح مقفلين المسابقة. يلا ارسال، قال لك ما تنحش، مش اشكال، عيدها تاني، نعيد نعيد ونزيد. 22 18، مدى رجالة 22 18. كده كده اهو، استقبال ورفع وشوطة، 19 22. لسه لسه لسه، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. دينيس رجع يرجع، المهم ما يبقاش في المنطقة الأمامية دينيس. والبرعي شوطة حلوة، 23 19، برافو يا برعي، برافو صبري البرعي، 23 19. هشام صلاح، يلا يا هشام، هشام صلاح، ارسال حلو، رفع شوطه دينيس من المنطقه الخلفيه، لكن برافو يا تايا اهو، ده ملوش حل، بيشوف برضه من المنطقه الخلفيه دينيس، بيدوروا عليه في كل حته. 23 20، والارسال مع روسلان هوراكن، استقبال ودي رفعه، وتامر مرجان، تامر مرجان لسه ورفع، والبرع خلفيه، وسيد كامل لسه ما لحقش، 21 23، 21 23. شدوا حيلكم بقى يا جماعه، بقى نقطه، نقطه واحده بس، نقطه واحده، مين يخلص؟ مين؟ تامر، برافو يا تامر، 24 24، مصر 24، نادي الحريه، نقطه ونفوز، نقطه ونتعادل، 24 21، نقطه ويبقى كده شوطين بشوطين ان شاء الله. يلا يا شباب، في تغيير، سيد كامل نزل وخرج صبري البرعي. يلا يا شباب، ارسال، كل الناس بيقولوا يا رب، سيد كامل استقبال، يلا حق صد بقى، حلو حق صد، يلا مش اشكال، مين يخلص؟ مين يخلص؟ يا كرة دي اتزحلق فيها ايهاب كتير، 22 24. يلا يا جماعة استر، ادي استقبال، يلا يا اسامة، طاهر يا طاهر، طاهر 25 22، مبروك 25 22، الشوط الثاني بتقول بمصر في الشوط الثاني 25 22. اتعادلوا كده 2 2، 2 2 ورجاله، يبقى كده الشوط الاول كان لصالح اوكرانيا، والثاني 25 21 و25 21، الشوط الثاني والثالث لصالح نادي الحريه البورسعيدي، 25 21 و25 22، 25 22. مباراه جميله وجماهيريه، والدنيا هنا يا رب الفرحه تكمل، ان شاء الله الفرحه تكمل.
بفوز ان شاء الله نادي الحرية بورسعيد. لسه ايضا الشوط الرابع بين العراق وكازاخستان مخلصني، والعراق كازاخستان متقدمة 24-17. شكلها دور الثمانية ده كله هيبقى خمس اشواط ولا ايه؟ على العموم مش اشكال، احنا كده هنا مستريحين الى 2-2 ونبدأ بقى من جديد ونركز الشوط الخامس الفاصل نقول ايه اللي هيبقى صعب على كل من الفريقين. لسه كله بيجهز اوراقه هنا، كله بيجهز اوراقه. 2-2 المباراة يعني جميلة وملهاش حد. ادي هنا القرعة طبعا، ومن بين الحكام وبين الفريقين مين اللي هيخلص ان شاء الله الشوط الخامس. الشوط الخامس والحاسم ده شوط اللياقة وشوط الخبرة وشوط المهارة. لسه ادي ملعب فاضي. نقول لحضراتكم بقى ارتفاع الشبكه متر و15، عرض الملعب 6 متر، طوله 5 متر، خط الثلث اللي قدامنا ده اللي هو خط الهجوم 2 متر من الشبكه. يعني دي بالنسبه لملخصات للكره الطائره. وعلى فكره انتهى الشوط الرابع بين مباراه العراق وكازاخستان لصالح كازاخستان، يبقى 2-2 هناك و2-2 هنا. كازاخستان والعراق 2-2 وهنلعبوا شوط خامس، وايضا اوكرانيا ومصر ونادي الحريه. طبعا نادي وسام المجد العراقي هو ممثل العراق في هذه البطوله، بيلاعب كازاخستان في الملعب الاخر، ومتعدين شوطين بشوطين زي مصر ان شاء الله. نادي الحريه ممثل بورسعيد ممثل مصر في هذه البطوله، والنتيجه 2-2 ايضا في الاشواط. ارسال الاول لصالح اوكرانيا ورفع، وهشام صلاح بيلعب كوره من اولها. هشام العب جامد، العب جامد يا هشام وما تخافش. ايوه كده العب جامد وما تخافش، صح كده، دول عندهم دفاع حلو فالعب جامد وما تخافش. واحد لا شيء حلو هناك، هنا هشام، هناك عندهم دينيس. هشام في المركز في مركز اربعه في المنطقه الاماميه، ودينيس في مركز اربعه. يلا يا طاهر العب ارسال بقى كده وحافظ عليه، ارسال قوي، استقبال وحش، خش سهله بقى. يلا مين تاني؟ ادي مين؟ ادي مين؟ الاثنين سابوا الكره لبعض، اثنين سابوا الكره لبعض يا جماعه، يعني ناخد بالنا، حد يقول رايت، حد يرفع الكره. كلك قالك انا هشوط ومفيش حد يرفع، لان طاهر البهائي اصلا هو ورا اللي هو صانع الالعاب. عوض بقى يا هشام، صح كده، جابها جابها، عرف يجيبها صح. كره برافو، 2-1. ايوه كده نحافظ على كل كوره، نحافظ على كل كوره، 2-1. يلا يا مطوع، مطوع انا شايف هنا يوسف سليمان، يوسف سليمان الاداري قاعد طبعا يعني على اعصابه، وده شقيق الاكبر لكابتن طارق سليمان لاعب الدولي في النادي المصري. وادي استقبال ورفع، دوروا على دينيس، فعلا دينيس اهو. يا سلام عليك يا هشام، هشام قفل الشبكه على دينيس. 3-1، ناخد بالنا وناخد بالنا وناخد بالنا، نركز لان دينيس ممكن بعد كده يعمل كور بلاي. 3-1 وارسال مش وقته يا مطاوع، ارسال خارج الشبكه. 2-3، مباراه صعبه وقويه، مباراة صعبة وقوية. صلاح، تامر، هشام، يا هشام، 3-3، مرفوعة مكان والمكان ضيق وشاطها كان يلعب على التاتش. 3-3، 3-3، ادي استقبال ورفع. يلا هشام تاني بقى، حلوة 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 يا هشام،
ثالث مرة يلعب حافظ، راجل حافظ الكل بيلعب في المنطقة الأمامية وبيلعب، بس طبعا قلبنا بيبقى معاه. الكرة دي لو تسنى بره طلعت بره 4-3. لكن برافو يا هشام، تسلم ايدك، خد بالك من نفسك بقى يا هشام. 3-2 هشام. بالمناسبة لاعب اولمبي سابق ولاعب عالم وشوطة 4-4. مباراة مش سهلة، المباراة لسه في الملعب 4-4 4-4. واسامه ولسه اوعى، خد بالك من الشبكه، خد بالك من الشبكه، سهله اهي. يلا مين يخلص؟ هشام بيرفع، يلا يا تامر، يلا يا تامر، لسه الكره في الملعب. حائط صد حلو، حائط صد هنا حلو. يلا سهله اهي، عوض بقى تاني، عوض تاني يا راجل. ما عدتش ما عدتش. 5-4 اول تقدم لاوكرانيا. والحكم خالد شنيشع حرام المباراة دي تروح يا جماعة. 5-4 رفع وتتشاط، حلوة حلوة حلوة. 5-5 يلا يا جماعة، ربنا معاكم. التعادل 5-5، وفي الأشواط شوطين لكل من الفريقين. الحرية البوسعيدي اللي ممثل مصر ومنتخب أوكرانيا، واستقبال وحش. وتامر، يلا يا تامر، تامر تاني، ما تخشوش على بعض، خد بالك خد بالك خد بالك. يا سلام يا طاهر يا بهائي، هو ده طاهر البهائي، هو ده ابن بورسعيد. 6-5 يلا يا شباب. سيد كامل على الارسال، استقبال ورفعه، اوف صد بقى هنا. تامر 6-6. ارسال مع روسلان، روسلان استقبال من صلاح ورفعه، هبطه هبة طاهر. لسه مين تاني؟ ثلاثة حلوة دفاع، برافو يا طاهر. لسه في الملعب بيدور على دينيس، اهو دينيس اهو، لكن هنا صلاح ورفعه في طاهر، طاهر اسامة. يلا يا اسامة بقى تاني، ركز 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 ركز. يا برافو يا هشام، اهدى اهدى والنبي والنبي تهدى، صح كده. حلوة حلوة حلوة. 7-6 7-6. اسامه عبد العال لاعب اولمبي، اسامه وابن بورسعيد وابن نادي الحريه على الارسال. يلا يا اسامه، وادي رفعه، هوبا مين؟ ايوه كده، والله حاسس ان هيلعب كره ثانيه. 7-7. ناخد بالنا من الكره الثانيه يا جماعه، لسه الماتش في الملعب. نكسب بس النقطه دي، نكسب النقطه دي. ادي رفعه، هوبا ادي مين لتامر؟ حلو حلو يا طاهر، حلو يا طاهر. 8-7 هيتغير الملعب، مش اشكال نغير الملعب في النقطه الثامنه. 8-7 طبعا هيتغير الملعب، كل واحد في المركز بتاعه. كل واحد في المركز بتاعه. اهو مباراه يعني مفيش نفس فيها، بدأ من الساعة 9 ودلوقتي 11 إلى 10، ساعتين إلى 10 ومباراة إيه نقطة بنقطة. ربنا مع فريق العراق الناحية الثانية. الشوط الخامس 4 كازاخستان لشيء العراق. يلا اتغير الملعب. 8-7 لمصر، تامر ارسال حلو واستقبال ورفعه، لمس شبكه لمس شبكه. 8-8 برافو خالد الشنيشة، عامل مباراة قوية جدا. خالد شنيشة مباراة قوية جدا. استقبال من تامر ورفعه وطاهر. يا هشام برافو يا هشام. 9-8 نلعب وما نخافش، نلعب وما نخافش، نلعب وما نخافش. قلت لكم 100 مرة اضربوا كور جامد. نزل السيد كامل، نزل صبري بورعي وهرج السيد كامل.
استقبال ورفعه اوبا في الشبكه، ايده في الشبكه، صح كده صح كده دينيس 10-8. حب يضحك علينا ويشوت لكن برافو يا شنيشع، خالد شنيشع حكم المباراه الاول الراجل الاول النهارده، يعني كم نقطه حساسه عملها صح، برافو يا خالد 10-8. خالد شنيشع ده من ليبيا وحكم دولي وحكم دورة أولمبية قبل كده، برافو يا خالد. وادي علم مصر قدامنا، علم مصر الجميل هنا بيهفهف في بورسعيد في صالة مبارك للألعاب الرياضية ببورسعيد. الواحد طبعا بشكر التلفزيون المصري ان بيزعلنا مثل هذه الرياضات، نقول اللي كل مشاهد يتفرج عليها طبعا هيحس بفخر ان لا يأس مع الحياة. ادي فرق مواقع بيلعبوا لعب يعني بيشرف مصر. يلا يا شام، يلا يا شام، يا ولد يا شام، يا شام تسلم ايدك، خد شوت كورة جت في اللاعب طلعت في السماء وربنا يرفعك في السماء دايما يا هشام. و 11-8، يلا يا جماعه نعلم العالم كله ان احنا بنلعب. 11-8، تسلم ايدك يا هشام يا صلاح. هشام صلاح 2 لاعب دولي، 2 دورتين اولمبيتين. وادي طاهر البهائي اهو كابتن الفريق بيقول لهم شد حيلكم، راح الارسال شد حيلك يا طاهر. 11-8 11-8 في الشوط الخامس، استقبال ورفع ودينيس، يا سلام دخلوا على بعض، صلاح بيكلم ايده بيقولها لو كانت جت عد 9-11. يلا ديمتري، ديمتري على الارسال من اوكرانيا، وتامر ادي بقى ادي يا هشام يا هشام يا هشام، لكن لسه حب يلعب ليس وترجع، يلا سهله تاني، يلا هشام بيرفع المره دي، هارد لك يا مطاوع. 11-10 فرق نقطة رابعة، يلا يا جماعة يلا بقى يا بورعي، برافو يا بورعي، صبري البورعي تسلم ايدك. 12-10 نحافظ على النقطتين، عايزين نحافظ على النقطتين بس. الواحد اعذروني اكني بلعب في الملعب معاهم، لكن دي مصر، هي دي مصر، لازم ناخد بالنا ونشجع. ودعواتكم يا مصريين. 12-10 ورفعه ودينيس ولسه سهله بقى، ايه المره دي بقى، ايه المره دي بقى، ناخد بالنا ليه نسيب الكور السهله. 11-12 11-12 طاهر هشام أسامة، يا أسامة 12-12، لا نحافظ بقى يا جماعة، أي وقت وسط اطلبها دكتور مسعد. 12-12 12-12 نهدى بقى كده ونركز في الثلاث نقاط دي يا جماعة، الثلاث نقاط دي يعني الجيم، نفس الكلام اللي بيقولها مسعد هتلاقيه بيقولها فيكتور، تخيلوا ثلاث نقاط ونخش دور الأربعة تفرق، نلعب من الأربعة الأوائل غير من الخامس للثامن، وخصوصا الماتش يبقى في بلدنا وعشان البطولة يبقى ليها طعم، نعرف نعلق ونعرف كده نتفاعل. 11-11 كله يكتب أنفاسه وكل يدعي ويقول يا مصر ربنا معانا. يلا استقبال، طاهر بيرفع برعي، حلوه حلوه حلوه. 13-12 يلا يا جماعه بقى ربنا يكرم. هشام صلاح على الارسال، هشام صلاح على الارسال، يا لو يلعب ارسال حلو كده مره واحده هشام وتبقى نقطه الشوط والمباراه. يلا ربنا معاك، يلا يا هشام
بال ورفع اوبا بيلعب على التاتش ذكي دينيس ده بيلعب على التاتش ولد 13 13 اهو راح المنطقه الخلفيه بعد عن المنطقه الاهاميه بس يا رب ما يكونش ارسالاته قويه 13 13 13 13 يا سلام يا اسامه يا سلام يا اسامه 14 13 وان فور ذا جيم نقطه الماتش نقطه المباراه حافظوا على المباراه يا جماعه نقطه واحده ونفوز والله نقطه واحده ونفوز ونخش دور الاربعه ارسال ورفع عايزين حق الصد بقى حق الصد بقى مفيش حق الصد 14 14 14 14 يا جماعه نحافظ على النقطتين 14 14 يلا يا سام يلا مين طاهر طاهر اضرب طاهر مره ثانيه طاهر لتامر مرجان حلوه يا تامر حلوه يا تامر حلوه يا تامر 15 14 تامر مرجان يتلألأ ويتألق في النقطه الاخيره ربنا ستر نقطة واحدة بس يلا يا أسامة بركاتك يا أسامة أسامة 15 مصر 14 أوكرانيا نقطة واحدة حق الصد بقى فين؟ حق الصد حلوة تامر لسه لمس شبكة 15 15 الواحد خلاص هيجي له ضغط 15 15 من كتر الانفعال ادي استقبال يلا مين هنا يرفع تامر وحشة تامر يا تامر حلوة يا تامر انقذ الموقف ده الرفع كانت وحشة 16 15 ما تخلص بقى تامر ويلعب ارسال وخلصنا ان شاء الله حافظ 16 15 استقبال ورفع الحائط صدي بقى هوبا تامر مين يغلط مين يغلط لسه الكورة ما خلصتش 16 16 يعني في السهل بيدوق بيروق والصعب بنجيبه يلا يا جماعه ربنا معانا ربنا مع مصر طاهر هشام بقى هشام هو ده هشام هو ده هشام نقطه بقى نركز 17 16 نحاول نستقبل صح الجوره دي قصدي حق الصد هم هيستقبلوا دلوقتي هشام هشام في المنطقه الاماميه حلو هشام يقفل الشبكه مع عبد الله يا رب طاهر لعب ارسال حلو يلا يلا يا هشام بقى يلا يا هشام يا هشام لسه يا طاهر لسه عايزين حق الصد تاني حق الصد تاني لسه الكورة مش عايزة تخلص 17 17 مباراة يا جماعة دي يعني دي ده نهائي عايزين نخلص عشان نستريح 17 17 استقبال هوبا هوبا يا هشام هوبا يا هشام يا هشام لسه ياه اوكرانيا 17 نادي حريه ارسال مع اوكرانيا يلا يا جماعه شد حيلك بقى هنا عايزين نشوف الارسال وربنا يكرمك يا هشام تخلص النقطه دي يلا يا هشام يا رب يلا ارسال من ديمتري وي في الشبكه 18 18 يلا يا تامر تامر اهو يا رب بيحيي بيقول لك ايه بيقول يا رب 18 18 يا رب يلا يا ابطال رب. يلا يا ابطال ارسال يا رب يا رب والنقطة 19 النتيجة حتى الآن 20 18 يلا يا جماعة نقطة المباراة يا رب يلا 19 18 مطاوع استقبال يلا عايزين حاجه تصدي بقى هنا حاجه تصدي سهله اهي سهله اهي هشام هشام يلا يلا يا اسامه يا اسامه 19 19 19 19 مباراه جميله يا جماعه مش عايزه تخلص المباراه 19 19 والارسال مع اناتولي 19 19 يلا بقى نركز ادي يلا رفعه طاهر مين يخلص هشام لسه
ارفع تاني، ابعد يا اسامه، خد بالك صح كده يا اسامه. 20-19 نركز، نبعد عن بعيد عن البروك، نبعد بعيد عن البروك في الضرب. يلا يا جماعه ربنا يكرم. يلا يا هشام 20-19 20-19 يلا يا رب يا رب. 20 الحريه، 19 اوكرانيا. الشوط ده لو كسبناه النقطه دي نروح دول الاربعه، نروح دول الاربعه. يلا يلا يا 20-20 يا جماعه. دينيس، دينيس على الارسال. يلا يا تامر بقى، عايزينك تخلص النقطه دي يا تامر. رفعه هوبا اسامه، لسه سهله هوبا تامر سيد سهله، مفيش حاجه تصد، لكن برافو تامر بقى. خلص يا تامر، خلص يا تامر، لسه الكره في الملعب. رفعه هتخش سهله. لا حافظ ارسال بقى، حافظ بره، يا لمس شبكه على اوكرانيا ونقطه لمصر. 21 مصر، نادي الحريه 20 اوكرانيا. نقطه الشوط يا جماعه، يا رب. يلا يا تامر، استقبال وحش وطاهر ولسه هتخش سهله. هجمه، مين يخلص مين يخلص؟ تامر، تامر لسه الكره في الملعب. يلا يا جماعه يلا، سهله اهي يا جماعه، سهله والله بقول لكم سهله، بقول لكم سهله. اتكلوا على بعض هشام وصلاح. 21-21 21-21 استقبال، وادي الرفعه، وطاهر سهله. يلا يلا يا جماعه بقى، اهدى اهدى، واحد يرفع، مين يخلص؟ طاهر، مفيش طاهر، ما عدتش الكوره. 22-21 22-21 ووقت مستقطع يطلبه المدير الفني دكتور مسعد العيوتي. نقطه واحده على المهم، نبدا من جديد نستقبل الكوره ونخلص ان شاء الله. يلا يا جماعه كده واهدوا، نقطه واحده وناخد الشوط ونخش مربع الذهب. بالمناسبه مباراه كازاخستان والعراق، فازت كازاخستان 3-2، يبقى عايزين على الاقل بلد عربي في البطوله يكمل، وانا نتمنى التوفيق للفريق العراقي، لكن طلع بالمباراه اتهزم بشرف، وامس كان فاز على امريكا 3-2، والنهارده خسر من كازاخستان 3-2. يلا ارسال مع ديمتري وشام، يا رب بقى خدوا بالكم. يلا يا طاهر استر في الكره دي يا رب، برافو، حق صد حلو سهله. يلا طاهر، يلا طاهر، لسه لسه ابطال، خدوا بالكم سهله، لسه كره في الملعب وطاهر لسه بقى. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه، لسه شايلها يا حكم، شايلها يا حكم، لسه احلى نقطه في المباراه. مين يخلص مين يخلص؟ لسه الكره في الملعب، اهدى بقى. ثلاثة لعبة، ثلاثة لعبة يا طاهر. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، من الاول يا خالد، من الاول يا شنيشع كنت تقولها. 22 خالد شنيشع كان من الاول يقولها، كانت نقطة لينا لكن مش اشكال. اسامة واستقبال، يلا يا سلام يا واحدة، مين يرفع تاني؟ يلا مطاوع، برافو يا مطاوع، برافو يا مطاوع. 23-22 يلا يا ابطال، يا رب يا رب. النصر مصر، نادي الحريه البورسعيدي بيمثل مصر، دعواتكم. النقطه دي خمس مرات ست مرات عايزين نقول النقطه دي مش عايزه تخلص. يلا حق الصد بقى، حق الصد بقى، حق الصد بقى، مبروك. 24-22 24 مصر 22، ومبروك الصعود لدور الدور الاربعه، مبروك نادي الحرية الصعود. مباراة تاريخية هامة كبيرة، نقول كتيبة ما حصلتش، طاهر البهائي كابتن الفريق، وهشام صلاح وتامر مورجان، وهشام صلاح والكل بيسجد صلاح، نقول فريق الساجدين على غرار فريق حسن شحاتة، ودي مصر. ومبروك يا جماعة ومسعد العيوتي، وألف ألف مبروك الصعود دول الأربعة. مباراة ما حصلتش، ومباراة جميلة جميلة جميلة، فازت مصر على اوكرانيا، او الحريه على اوكرانيا 3-2. اعزائي المشاهدين، الشوط الاول لصالح اوكرانيا، الاول والثاني
25 21 25 21. الشوط الثاني والثالث والرابع لنادي الحريه 25 21 25 22 24 22. وقال اللقاء اعزائي المشاهدين، وكان معكم معلقكم ايهاب حسنين.